حياتك نسمة بحلى عبارة في حياتك نسمة بحلى عبارة في حياتك نسمة بحلى عبارة كل يوم نعيش بالفرح لكيكم في حياتك جينا والشوق يضوينا والليالي نورها تسعد معاكم في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي المرة الأولى التي لا نستعجل على الفقرة، مستمتعين بالجمال اللي حاصل في تلك الضفة مع سعد الكلثم وأهله وأحبابه وأخوانه. حتى الإنشاد كان من العصر الجميل. شكرا سعد على هذا الجمال وشكرا على إجابته للأسئلة الجميلة. في البداية بكل أسف يعني نبدأ فقرتنا، طبعا كان ودنا نستمر هناك. حياك الله ياسر. الله يحييك ويبقيك طول عمرك. بكل أسف حياك الله. والله بكل أسف صراحة الجمهور معصب يعني يقول أنا والله ما علي من الجمهور ليش قطعت حقيقة. لا هو يقول ليش قطعتوا هالجمال، حقيقة جمال لا يضاهى، صوت جميل، دوتو رائع جدا، أنشودة رائعة جدا، هالزيارة الجميلة جدا وهالفقرة الرائعة جدا اللي كانت من ناصر الحربي اللي نشكر عليها، و هاي الغامض إلهي بالجوال. طيب وعلي حياك الله. الله يبقيك ويبارك فيك ويعافيك، وعدنا على حدث جميل وعلى جمال في حضور أهل المتسابق وتواجدهم في الفقرة، وفقرة جميلة قدمها أخوي ناصر الحربي، والله يعطيهم العافية في التواجد. فكرة تواجد أهل المتسابق بطريقة سباق أو مسابقة عشان يركز المتسابق ويكونوا نوع من التشويق، انه ما تقدر تدخل على اهلك او تشوف ابوك او اقاربك الا باجابه الاسئله وحضور الفقره من اولها، يعني اكشن جميل في الفقره هذه، حلو يصنع حماس المتسابق واهل المتسابق. يعني تخيل لو ما جبت اسئله عن اهلك، اذا في شيء معين، اذا ما جبت اسئله عن اهلك او عن اهلك او اشياء تخص اهلك ما راح تشوف اهلك. علي شو اسمه احنا نشوفهم الان معنا، الله يستر عليهم ان شاء الله يا رب يسر امورهم يا رب. علي لو ما جاوب على الأسئلة والله كارثة مؤلمة، مؤلمة جدا، لأنه الأسئلة تخص أهلك وتخصك أنت يعني بالشيء الأول والرئيسي. هلا بابا، هلا حبيبي، يا مرحبا، هلا بابا، يلا سلمي سلمي على الأستاذ هاني. تعالي لين، أنت معك مايك؟ طيب حياك الله لين، كيف حالك؟ طيبة. طيب أنا أقول نادو الصغنون الثاني، خل تجي خل تجي مع سعد. أقول عرفوا فيك هناك؟ هناك؟ إيه الاولاد يعني. إيه؟ ما شاء الله اسمك انشدتي؟ من اللي انشد قبل شوي؟ ابوك ما شاء الله. طيب حياك الله يا سعد. نيره طيب شو اخبارك؟ الله يسعدك، الله يسلمك ان شاء الله يا رب. عسى الله يبارك فيك، حفظت المواليد كلها اليوم. يعطيك العافيه سعد، الله يطول عمرك يا بعد راس. الله يسعدك سعد. انا باخذ منك كلمه واحده واحنا جالسين. خذ راحتك، لبيه. يمكن الشعور كان هناك في حضور اهلك. اي نعم. عطنا شعورك الان. والله شعور لا يوصف. السلام عليكم، يا مرحبا، اهلا وسهلا. هذا الولد جاء، الله يطول عمرك. طبعا جزء من جمال فقرتنا اليوم حضور سعد واهله ووالده واخوانه في فقره زواره. ايه فقره زواره اليوم. المتسابق لو ما قدر يجاوب على كل هالاسئله ما كان استطاع انه يشوف اهله ويشوف هالجمال، وكان حرمنا من رؤيه هالانشاد وهالحضور الرائع من والده ومن اخوانه. من موجود يا سعد غير الوالد والاخوان؟ ابوي وجدي وجدك و... ما شاء الله اختياره، بس انا تستحي ما جبت. ما شاء الله، الله يحفظها لك ويخليها، والظهر الاهل بعد موجودين في بعد امي وابوي امي و... الظهر بقيه الاهل موجودين في الجهه الاخرى. موفق خير يا سعد. الله يوفقك، يعطيك العافيه ومبروك ان شاء الله يا بعد راسي. استمتع. اي والله اليوم احلى متعه. استمتع، احنا عندنا لك شيء اليوم بس ناجل بكره دام اليوم بعد. يعطيك العافيه. الله يسعدك والله، بيض الله وجهك. والله انا ما يدخل هذا شغل الاعداد، ما يدخل. الله يحفظك ان شاء الله. طيب وياك يا قلبي، الله يبارك فيك. طيب انا ودي اقول كلمه بس، انه اثر هالفقرات على المتسابق رقم واحد، واثرها رقم اثنين على اداء البرنامج بشكل عام، هي محفزه لبقيه المتسابقين انهم في المرات القادمه يقدمون اكثر. وش رايك يا ياسر؟ جدا كلامك جدا جميل وجدا واقعي، يعني مثل هالزيارات الجميله، مثل تعرف انت المتسابقين مقطوعين عن اهلهم، لا اتصال لا تواصل، لا وحتى لو فيه اتصال يكون فيه نقاط والى اخره، لكن حتى لو حصل الاتصال الشوفة تختلف، يعني لما تلتقي باهلك ولما تلتقي باخوانك ولما تشوف خواتك الصغار، هاي بحد ذاتها شيء مختلف جدا وجميل ومحفز. وبعدها انا اقول سعد ما يلام اذا ما شد حيله ونشط اكثر، يعني هذا بالحاله دافع قوي جدا. ياسر لو ما قدر يجاوب ورجعوا اهله، ايش رايك؟ حسافة والله، يعني تأثر سلبا عليه. الفقرة جدا جدا ذكية لسبب،
أولا فيها حماس ومتعة للجمهور، وفيها أنه تعرف أنت لما ما تعرف معلومات عن أهلك أو ما تعرف حاجات بسيطة عن أهلك. تعرف مواليد الوالدة سعد؟ تعرف مواليد الوالدة؟ هي طبعا. كم؟ ما أبي أقول. الله يحفظها ويخليها إن شاء الله. آمين. طيب البرنامج يتكلم عن رب الكعبة، لو جتني أسئلة زي كذا رب الكعبة يرجعها لي. ما شوفهم والله رب الكعبة يرجعها. ما تعرف مواليد الوالدة ولا الوالد؟ لا هو نظام أهلي يعني عين خير. معين خير وشد دربك. ما انت يلا اهم شيء اختك الكبيره تعرف مواليدها؟ ها الله يطول عمره ان شاء الله. الله يطول عمره طال. اي والله الله يوفقك. لا يزعل علينا. اخوي الاكبر مني 1406، اخوي اللي اصغر مني فكيت دستر العائله الظاهر بالجوال تويتر. اخوي اللي اصغر مني 1420. انت الظاهر مرتبين على كل سنتين واحد ولا كيف؟ كذا احنا حاطين ما شاء الله. طيب البرنامج اسمه برنامج حياتك. جزء من الحياه انك تعرف حياه من حولك، والدك والدتك جزء من تاريخهم، وهذه دعوه وهالرساله لاخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات. جزء من برك بوالديك ان تجلس معاهم تناقشهم تسالهم عن حياه اول كيف كانت. ولا ياسر انت سالت ياسر قبل شيء سؤال وفعلا لابد الواحد يستشعر انه مثل هالاشياء اللي تاتي متسابق من زيارات الاهل من تواجد الاهل. والله ياسر مره حلو الازرق ده. خلاص الله يطول عمرك. ساعة بس كذي والله جميل مره. لا شده ضبطه يا اخي مره جميل مره مره ضبطه. تعرف انت لما اضبط لما اضبط اللوك طبيعي اضبط يطول عافيتك فركز معنا. لا والله اني قاعد اضبط والله. اي مره ياسر خلاص مره كويس وفايزين اليوم. مبروك عليك. الله يسلمك. ها علي سلام جاي اربع ايام غايب مشتاق قهوه يا اخوان. خلونا شيء نتكلم. طبعا علي ما له مذهب في الدوري ما يعرف مره يشجع. ما هي مشكله مره مع اهل الشرق ومره مع الشام. اي مثل هالأشياء اللي فعلا تكون دافع حقيقي للشاب والأهل. يا أخي أصلا فكرة الفقرة هذه اللي فعلا تواجد الأهل والمسابقة تواجد المتسابق وحور الأسئلة في رصيدك وفي بقية برامج كان يجي زيارة مفاجئة زيارة مفاجئة. وهي جميلة فكرة زيارة مفاجئة جميلة، لكن فكرة هذه أنه أهلك متشوقين من خلف الشاشة أنه يا رب ولدي يجاوب أبغى أشوفك، وانت يا رب اني القى الجواب الصحيح ويلهمني ربي الجواب الصحيح اني اجاوب اشياء رئيسيه عن اهلي. ما صارت في برامج الواقع دي؟ ما صارت ابدا فكره أيوة. اللي هو تواجد اسئله وحضور اهل المتسابق يعني صعوبه معينه تجتازها عشان تشوفها. لا ما اغلب او كل برامج الواقع بمجملها في جميع القنوات اما خاب ظني وما خانتني الذاكره انه كانت بحضور مفاجئ الاهل او مقلب معين حضور اهلك او دخول اهلك في اشياء معينه. لكن انا اذكر المقاطع حق الجميري وتركي محمد كان في اكشن شوي بس شاف الاولاد يعني ما كان في كلها. مثلا مقطع سعد القحطاني في زد ثلاثة كان يروح من مكان لمكان ويطلع له واحد متسابق يقول له بابا بابا ايضا لين ما يوصل للمكان المعين يلقى فيه عيال الصدق. ايضا فكره الدخول طلع له محمد عباس من وراء الخيمه رحت انفجع قال ما ابغى عيالي يا اخوي فكوني. لا لك لا زي مثلا ايضا دخول اهالي عبد المجيد الفوزان في زد رصيدك 6 دخول بعض اهالي المتسابقين ممكن ما يحضرون الان اغلبها كان مفاجات وباشياء يعني من وراء التريات عشان تقدر تدخل اهله. لكن بطريقه انه اهلك يشوفوك تطرحنا يا شيخ اهلك يشوفوك وانت تشوف اهلك من خلف الشاشه تجاوب صح تدخل على اهلك ما تجاوب صح ترجع للمنتجع ولا تقدر تدخل على اهلك. فكره جميله زي هالاشياء فعلا تخلي المتسابق الدافع للامام يقدر يقدم يقدر يتواجد لانه والله وجود اهلك يعني في اشياء فعلا في الحياه ما تمشي الا بالبركه مهما عملت فيها اذا ما تواجد البركه فيها والله ما تمشي. فبركه والديك في هالاشياء اللي انت تشارك فيها في الاعلام والله انه اكبر دافع لك لمسيرتك الاعلاميه اللي ممكن تتواجد فيها سنوات قدام. شكرا. دقيقه بس انت جبت الكلام ده منين؟ الله رحت مصر كتبته وغشيت جيت والله علي اثروا فيك المصريين. الله يطول عمرك. الله يعطيهم العافيه. شكرا لاهل مصر اثرت في هذا الرجل يا رجل. الله انا يبغى لي رحلات اسبوعيه مصر. استحيت والله والله درجه اولى ناس درجه اولى ناس. طيب حادثتين بس الحادثه الاولى شفت شافوا المتسابقين الفقره حلو الازرق الشاشه شافوا خلاص الله عبد الشام اللي فوق المتسابقين الفقره حلو جميل. الان روحوا خذوا خلي يخصموا من نقاطكم روحوا اتصلوا على اهلكم خذوا معلومات سجل تاريخهم. بس تتوقع الأسئلة راح تكون متكررة؟ لا بس إنه خذوا المعلومات اللي تعتبرون أنها ممكن تجي عامة معلومات عامة معلومات عامة. شيء يقهر جدا إنه تكون في هالمكان وما تجاوب وأهلك ما تشوف متمشي. هذه بحد ذاتها ترى حسافة جدا جدا. الشيء الثاني أذكر الجمهور الكريم
اليوم يشاركنا على هاشتاج حياتك 23 عشان ودنا نستقبل برضو التغريدات. انا والله انا اغلب التغريدات اللي اقراها في الهاشتاج جدا كان في تفاعل وتجاوب على الفقره وفيه كل يمدح يعني فقره ثناء كبير على الفقره وتوارد المتسابق واهله وفكره الفقره. يعني من ضمن التغريدات اتوقع تغريده مدير البرنامج الاخ والاستاذ سام الجوني يعني بذكر اتمنى ان فقرات برنامج حياتك نالت اعجابكم خاصه انها النسخه الاولى وليس هناك المزيد وشكرا لاطراكم وكذلك بالوقوف معنا. يعني تجاوب مدير والرئيس التنفيذي للقناه الاستاذ هاني باستاذ سامي بحصر النقاط اللي يمكن يتجاوب فيها مع الجمهور في والله اشياء جميله مسائل كثيره والله وردود يعني فعل جدا حلوه على واصل علي امنيه انه بس عندي مداخله بس ألبي. انت رحت مصر تتكلم كويس ما عندي مشكله بس حطيتني مدير القناه ترى يعني ارجع والله ارجع انا ارجع اسف ارجع خليك من مكه وجاي تكفى والله اهدى يعني وين يعني حويه جده هم مدير تنفيذي بشويش يعني والله نفس بعض ف جدا يعني كان في ردود فعل انه اتمنينا وجود الفقره يعني تمدد الوقت لكن تشويق انه تقطع الفقره في عزها عشان تشتاق لها كأنت كمشاهد لكن لو تمددت الفقره نص ساعه قدام ودرس اهل المتسابقين وسولف وسولف ممكن يصير في ملل بسيط ممكن يصير في ملل بسيط طيب. لكن تقطعها في قمه التشويق ممكن يصير تشويق للفقرات القادمه الاسابيع القادمه على طريق قمه التشويق فواز الحارثي زميلنا يقول كل برامج الواقع فيها نجم جمهور وفيها نجم قصه احمد السعود نجم قصه عروب تقول الكل يزعل والمنظم يراضيه ما له ثنائي أحمد ممكن لكن ليش أحمد ممكن لكن ثنائيته المنظم يعني أحمد والمنظم وربي يعطي كل واحد ونيته وعقبال المراكز الأولى يا رب الله يوفقك. في أحد أخوات تقول وليد الشمري المنظم. وليد الشمري شخصية مميزة أثبتت نفسها بواقعية وبدون تكلف وان شاء الله نشوف ابداع في الايام الجايه وفالتوفيق للجميع باذن الله. هنا رساله من الاخت تسنيم تقول اسماعيل النصار الكل يشهد على اخلاقه واحترامه للشباب مبدع ابن الاردن. اسماعيل النصار احمد الله على رجوعك للقريه واستمر ابداعك. الله يسعدك علي الغامدي ما ادري حاطه جميل انت دابا علي الغامدي فقدناك. لا 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 نورت مصر يا مروان انا بحب اسمك مو مكتوب الا لا امي كتبتها شكلها يمكن الوالده مرسلت لك اياها في الواتساب الله يحفظك يمدي والله في الواتساب هذه الله يحفظك لا الواتساب والله ياسر نعرف انك هلالي يا اخي اللون فاقع فقعوع قديمة التغريدة ذي مرة قديمة طيب الجادل المريي يقول لكل محبين التوأم روحوا حساب مدري فلان لأجل يفرحهم بأهلهم. عبدي السهراني صدق وبكل أمانة منشد وأخلاقه تدرس لله درك طيب. يا عبد العزيز ويكتب لك الخير. الأخ ياسر وهاني وعلي يوم الخميس راح بروفايلك بلس بسوي هواشاتكم بيروح اليوم على نقاشاتكم أخلصوا وقروا جميع التغريدات. طيب أجل دامنا بنقرأ جميع التغريدات خلونا نقرأ تغريدة على الهواء مو بنقرأ تغريدة ناخذ المغرد نفسه أحمد السعود. لا أيوة أنا ما أكتب هذا. كيف حالك؟ مساك الله صباحك الله بالخير أحمد السعود ناظر الساعة. أحمد السعود كيف حالك؟ الله يسلمك يا هلا أحمد. أنت المغرد الأبرز. أنا المغرد الأبرز ثنائيتك مع المنظم. أي نعم مبروك الله يبارك فيك. ويعني هذه صراحة شهادة أعتز فيها وإن دلت على يعني دلت على بتقترع على المنظم انه يمشي على آليتك؟ انا اقول مثل ما مشيت على الاسبوع الماضي سامشي الان مع بعض التعديلات راح تكون على التعديلات في اي اتجاه؟ في اتجاه المقاطعه واتجاه اللي يرفع صوته عليك ولا لا 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 ان شاء الله بتكون تعديلات اصلاحيه باذن الله يعني بيكون الجمهور مطالب بالاصلاح فاحنا ان شاء الله نصلح في بعض القوانين الموجوده. اسلم معك علي سام بنود التفاعل او الخصومات بتكون غائمه وغائره مثل بنود ابو علي ولا لا 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 ابد شوف واضحه يعني لكل نظام في اصلاحات تصير في مجلس بسويه ان شاء الله لان انا احس الان اني بصير تقريبا كاني بصير كل اسبوع بصير منظم. جميل واثق الخطى يمشي بصمود فيعني ان شاء الله يعني واثق الخطوه يمشي بصمود اي هذه كلمتي. جميل الله يسلمك. جميل ياسر اول شيء كل تحيه وتقدير لاحمد السعود والف مبروك على راسي حبيبي التميز ياسر
حقيقة أنا ما عندي كلام أقوله لك إلا الله يوفقك إن شاء الله. آمين يا رب. ويكون تنظيمك هالأسبوع مثل ما كان نفس الأسبوع الماضي وأجمل إن شاء الله. الله أكبر. الله يعطيك العافية. في ما شاء الله كلام كثير عنك، الله يوفقك، فلك التوفيق، مبروك. هنا من الأخت الجادل تقول مبروك أحمد سعود حصولك على المنظم. الحمد لله. الحمد لله الله يبارك. ولكن هنا في ملاحظة يقول لاحظنا على أحمد سعود الأسبوع الماضي من مقتبس كلامها أنه قل أداء أو رتمة نوعا ما بعد ما حصل على المنظم، صار حس أنه حريص على المنظم أكثر. ما أعتقد أنه منظم بقدر ما هي البناء. هو رأيي أنا بالجمهور، أنا ما مش رأيي أنا يعني. أنا والله إذا قدر الكنترول يعطي الكاميرا زوم على اللي وراكم، ممكن وراك هاني اللي وراي هنا. إيه أيوه. ليش؟ هذه واحدة من الأشغال اللي أشغلتني صراحة، اللي هي البناء. إيه بالضبط. طيب وشايل همها والله. أحمد عندي منها. أحمد في شيء ثاني أشغلك؟ إيه والله وايد أشياء. في طابور المشاكل كيف؟ سويت جدول؟ ها؟ والله اذا تبي تحط اسمك هاني والاسماء ما عندي مشكله. لا انا ما ادري عشان نرتب احنا، لانه انت لا 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 شوف انا يعني عشان لا تلبسني في شيء وانا مالي فيه، انا مو راعي مشاكل، المشاكل هي قاعد تجيني انا والله. طيب انت الحين انت لما رجعت من النومنيه رجعك ابراهيم عيدي، قابلت صالح قلت حنبدا هواش من جديد. انا احنا تتوقع تناقشنا مره وقلت لك اقترح عليك تحط جدول وتقول اللي بيهاوشني وفق الترتيب ذا عشان ما تصير هوشتين في نفس اليوم يعني. عادل اي كانت دائما الغوغائيه والفوضى ما تمشي، فالتنظيم شيء جميل. حلو ودك تنظم ها؟ اي نعم. امس تناقشنا على الفتنه اشد من القتل. على؟ الفتنه اشد من القتل صح؟ لا ما كانت هذه. ها؟ الحديث الثاني كان قلت الفتنه نائمة عن الله من ايقظها. ايوه هذا حديث صحيح صح؟ اي نعم صحيح. من رواه؟ قلت كان موجود في رواه مسلم. ايوه يعطيك العافيه. صح؟ هي قلت لي كذا انت. ايه وموجود فيه مسلم ولا لا؟ لا لا حديث ضعيف والله؟ لا رواه مسلم. لا لا حديث ضعيف. حبيبي احمد سام يعطيك العافيه. الله يعافيك. على وجود هالمشاكل يعجبني فيك في شخصيتك شيء واحد ومهم، واتمنى الجميع يستفيد منه، انت ما تهرب من المشكله، تواجهها وتحلها. الحمد لله. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعطيك العافيه وما تقصر يا اخوي هاني. ياسر هنا رساله من الاخت او بما يكن يعني خلصت له راسته هنا الكبير الاخ رحمك الله يا امي، تقول اللهم ارزق امي الفردوس الاعلى وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الحياء منهم والاموات، اللهم امين. نشكركم على الفقره الجميله، ابداع تميو ابداع، والله مقدرين تعبكم وجهدكم، تتعبون بهالتعب وتبدعون في الفقره الجميله والرائعه، ودائما بدايه في القمه هذه روز. اسلم يا علي. من الاخت فوز قولوا لهم الصراخ مو من الوسائل الهادفة ولا يجذب المشاهد، بالعكس. ما سمعت عفوا علي. قولوا لهم ترى الصراخ ما هو من الوسائل الهادفة ولا يجذب المشاهد لك، بالعكس ينفر المشاهد منك ولا تدخل بالتفاعل، هذا يسمى إزعاج. هذا من المغردة؟ فوز، أخت فوز. هنا رسالة بسوي لتويت أنا. هنا رسالة فهرت علي ياسر. هنا رسالة من يقول ما ادري وش الاسم بالضبط، صويلح واصل يا مبدع، جمهورك وراضي عنك تماما، انتبه من الخصميات ولا تغيب عن البث، واضح من صالح بعد حصوله على الماسيه الاجتهاد والحرص الزايد، وهذا طيب شيء كويس يعني. طيب احنا بنقرا فقره تغريده واسمحوا لي بقرا تغريدتين هالمره. التغريده الاولى تقول احمد سعود الشخصيه العظمى اللي الان الشباب معروفه ويتعاملوا معه عقبال المركز الاول. التغريده الثانيه من شرعاء تقول هاني ليتك ما عاد تقدم وتطلع في الفقره ابدا. يعطيك العافيه. ياسر شاب الروقي يقول هنا فيصل بن قربه جميل في واقعيته وعفويته، امتعنا بالقصائد وابسطنا بعفويته. جميل ياسر. تفضل. ابغى عبد العزيز الشهراني لو يكون معنا في الكوميشن روم. ممتاز تغريدتك. في تغريده هنا اخرى من الاخ مشعل، نتمنى من محمود قصني الرجال يخرج ما في جعبته ويظهر كل ما لديه وفال التوفيق. حلو ياسر. لا هنا ما ادري وش. طيب سؤال، بما ان احنا في محمود، هل طيب تتوقع ان محمود الى الان باقي ما اشعل لي داخله؟ انا ما ودي تسالني عن احد لاني بجيبها في الجبهه، عرفت؟ لا جيب عادي. ياسر ايش رايك؟ وش يقول؟ محمود هل تلاحظت انه فعلا حاس انه في شيء في جعبته وباقي ما طلعه، مستحي خايف ودي يخبي الاشياء الايام جايه؟ والله بيني وبينك كل الشباب في داخلهم اشياء، لكن لكن محمود غير موجود. محمود خلاص دقيقه لا 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 ما انا رايي لو انا هذا رايي، لكن رأيك محمود غير موجود
طيب هذا رأيك. رأيك أنت. طيب. طيب. حلو. أنا بالنسبة لي أنا أقول جميع الشباب بما فيهم محمود عندهم الإمكانيات أنهم يقدمون أفضل وأفضل، لكن محمود ما يعتبر من الصف الأخير اللي ممكن أقول أسمائهم، ولا يعتبر ولا يعتبر من الصف الأول، غير موجود. طيب. لا في النص في المنطقة. طيب. الدافئة على قولتك. وينكو؟ طيب رفيف تقول وليد الشمري نبيك تحضر صباح حياتك مع أبو حصة شو اسمه مقاطع الجمهور، بس في إشكالية بتظهر بعد قليل. تاء التميمي يقول عبد العزيز السهراني صوت أخلاق محترم ظهور واحترام وظهور فالك المركز الأول اللي كلامهم حلو ومرتب امدحوا علي الكلثمي. من فد ومطيري عبد الإله إنسان محترم واقعي وأخلاق، وإحنا راضين عنك وعن كل شيء تقدمه. جميل. على عيني وراسي إنه رسائل الجمهور تؤكد رضا عن عبد الإله، لكن بالأصح أنا شخصيا أعرف عبد الإله لست راضي على الأداء ولست راضي عن وجودك إلا لأن في شيء في داخلك باقي ما طلعته، في شيء جميل. أنا أعرف شخصية عبد الإله كثير، ما أدري يعني هذا جزء من نقاشي أمس مع عبد الإله. أنا أعرف عبد الإله، لو هذه شخصية عبد الإله الحقيقية ما زعلت، لكن اللي في الشاشة مو بعبد الله نعرف. مو بعبد الله. مو بعبد الله. مو بعبد الله الحقيقي اللي نعرف شخصيته وجلساته وضحكه واستهباله وميانته وا وا وا. ممكن ما زال. ترى في قرب بين شخصية عبد الله. هو على كلامه وعدنا هالأسبوع إنه يقدم شيء. ترى في قرب بين شخصية عبد الله وشخصية زياد يعني من ناحية الفكاهة يعني والحضور. عبد الله شخص يعني يملك شخص يملك حضور وفكاهة مثل زياد تقريبا. مع اختلاف زياد الشهري مع اختلاف كبير طبعا. بس عبد الله عنده حضور. هو يمكن لو في سياره بفحط هنا بس يمكن لو في سياره بس ما الطرق ما تسمح. لا انا لاحظت في اقصد له حضور جميل غير موجود في البرنامج. خلي ورينا نشوف. هو قال هالاسبوع انا راح اقدم. انا امس تكلمت وفريق الدعم حقينا بدأوا يطلعون مقاطع له، وكويس انهم تحركوا. اتمنى اللي يتحرك الاول عبد الله. طب هنا في رساله سرور مستواك بطل بالبرنامج وقاعد تقدم كل اللي عندك بذكاء، استمر والله يوفقك. طيب عبد العزيز بن سعيد مرحبا يا عبد العزيز. في تغريده جميله الله يبقيك يا مرحبا. عطها لعبد العزيز يعني. عبد العزيز أرحب. رساله من الجمهور من الاخت نوير العتيبي. اسلم. للمتسابقين، انت الان تحت الانظار على قناه يتابعها الملايين، فاحرص على تقديم ماده جميله تفيد الصغير قبل الكبير. مظبوط. هل في شيء في بالك انت قدمته او بتقدمه مستقبلا يفيد الصغير قبل الكبير؟ والله بإذن الله فيها. وإن شاء الله يسعد مساكم جميع. مساك حبيبي أستاذ علي وأستاذ هاني وأستاذ ياسر وجميع المشاهدين. الله يسعد. فبالنسبة اللي نقدمه إن شاء الله هو شيء نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه إن شاء الله، ثم يرضي الجمهور اللي يشوفنا سواء كبير ولا صغير، من ناحية مبادرات، من ناحية الكلمة الطيبة، من ناحية التذكير، والقادم أجمل بإذن الله. عبد العزيز أسلم. كيف حالك؟ الله يبقيك. طيب الله يطول عمرك. بنسأل عنك. تسأل عني؟ أقول بنسأل نقول أنت وينك؟ موجود. موجود. حضورك رائع في أول برنامج. الله يسعد. تحس إن خف في أدائك ولا باقي؟ ولا شيء طبيعي هذا؟ لا لا أشوف إنها زي ما تقول يعني ماشي صح إن شاء الله. ممتاز. أنا من وجهة نظري اللي قاعد يمشي فيه عبد العزيز طريق جدا جميل. أرجع وأقول اللي قلته قبل بداية حياتك بالافتتاح. قلت جميل جدا ان الشخص في هالبرنامج بالذات وبرامج الواقع عموما انه يمشي من نفس نبضات القلب والتخطيط، مره فوق مره تحت مره فوق مره تحت، لانه اذا استمر هو فوق والهبط هبوط بسيط والناس تعودت عليه هو فوق راح يتعب وراح يلقى عتاب كبير جدا. والله. اللي قاعد يمشي فيه عبد العزيز جدا جميل، مره فوق مره تحت. هنا رساله من تاف. عبد العزيز الشهراني شخصيه واقعيه وعفويه، صوت رائع، وان شاء الله نشوف ابداعاته بالايام الجايه وفاله التوفيق. الله يجعلنا عند حسن ظنه. عبد العزيز حبيبي. لبيه. شخصيتك تعجبني جدا في الواقع، اتمنى يكون حضورك اكثر في الواقع واكثف. ابشر باذن الله، لان احنا ما بغينا نكثر، عرفت يعودون يطفشون يقولون اصلا خلاص ما عاد ودهم. لا لا كثر. لكن كثر كثر انت الكثير منك جميل يا حبيبي. يا تحرجنا يا ابو. يعطيك العافيه ياسر. رساله اخيره هنا لعبد العزيز الشهراني يقول تاكد ان خلفك دعم يتعب ويشتغل في المسابقات، لكن الحظ غير مساعده ويعدك بالافضل ان شاء الله. كلهم على راسي ان شاء الله. والله اني شاكر ومقدر واني عارف انهم يتصلون ويصوتون، لكن عاد هذا حظ ونصيب وعلى العين والراس. يعطيك العافيه عبد العزيز. الله يسعدك. شاكر لك يا حبيبي. العفو حياك الله. طيب ياسر
سامحني الايام اللي تتل الابراهيم بشكل عام ثقيله سهله طبعا في احنا خلينا نستحضر حاجه انه في الايام السابقه في برامج السابقه كان ينقطع البث فزي ما تقول انقطاع البث هذه فتره الدواء فيها الجروح يعني احنا في البرنامج كل شيء على الهواء 24 ساعه كان على الهواء ايش رايك شوف انا بتكلم عن بعد البرايم مش على طول انا اتكلم بعد البرايم خلال 3 ايام او 4 ايام تتلخبط فيه الاوراق الشخص تلقاه يخاف ويتحمس بنفس الوقت تلقاه يقول يراجع حساباته من جديد قال كلمه امس واحد من المتسابقين لو اذكره بس مين بالضبط قال اول ما كلمني ابراهيم معيدي جالس بيني وبين داخلي صراع اقول ليش ما سويت كذا ليتني مسوي كذا ليش انا ما سويت كذا هذا بالضبط اللي حصل المتسابقين بعد البرايم حسوا بالخطر وحسوا انه الايام الجايه ممكن اي واحد في واحد راح ايه وحسوا في انه في الايام القادمه ممكن هو يطلع فتشوف في لخبطه في بعضهم لا في بعضهم عكس وهذا حصل انا معي شخصيا بعضهم عكس يا هاني انه بعد البرايم رتمه ينزل ليش صدمه البرايم نفسها صدمه الفراق مش الفراق لا البرايم انه لا الوضع جد يعني ما هو مزح يسبب له صدمه ممكن يخليه منصدم يوم يومين ثلاثه هو في وضع رتم هادي بعدين تلقاه يرجع الوضع الطبيعي عشان يعود علي ايش رايك الايام اللي تل البرايم كيف انطباع كيف وضعها على المتسابقين والله طبيعي يكون الخوف بالذات في اول برايمين يكون الخوف الرهبه يعني بالذات برايم اول برايم اللي كان مرحله الدفء الخوف من دخول البرايم الجاي الخوف من وش مرحله الدفء قصدك لا اللي هو لا هو اللي تحت دخل برايم ولا هو اللي فوق مره اللي ها على الطرف على طرف دخول برايم او عودته القريه فهنا هذا اللي يخاف هذا اللي تلقاه مو مركز بعد برايم هذا تلقاه متشتت يحاول يركز جميل. كثير على المسابقات اكثر مما يركز في واقعيته وتوارده في القريه طيب. انا هنا في رساله من الاخت شجن تقول للاخ وليد مثال للشخص الناجح الخلوق فرض نفسه باحترام وكلام تحفيزي يوصل القلب شد حيلك يا وليد وكلنا معاك وجمهورك معك طيب. باذن الله معاذ يا علي وودعناه امس انا اقول معاذ اول شيء الله يستر عليك والحمد لله على كل حال وهذا بالاول والاخير يعني قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى انك تقضي ايام قليله في البرنامج وتخرج ليس ضعف خروجك في اول برايم وليس سوء منك دخلت من وراء بالعكس دائما الكبار يخرجون الاوائل وفي اي مجال كره مجال سباق مجال ماراثون مجالات كثيره لو تعد تحصل ممكن تلقى كبار من الناس المتسابقين اللي خرجوا من اوائل المتسابقات فلا يعني ضعف او نقص فيك بالعكس هي مسابقه وحفاظ على الرصيد كسب رصيد فانت كنت الاقل القدر ساقك ان تكون اول متسابق طيب التوفيق باذن الله حليفك وامامك الان فتح لك الطريق خلال 17 يوم وناس كثير يتمنوا يتواردوا في القناه لو يوم واحد انت 17 يوم فتحت لك افاق كثير ممكن تسهل لك سنوات كثير في تواردك في الاعلام. طيب خلينا نسهل الموضوع بعد اكثر ونشوف تقرير وداع معاذ عبد الرحمن. والله تجربة جميلة جدا كأول ظهور إعلامي لي وأول برنامج واقع أشارك فيه اللي هو النسخة الأولى من برنامج حياتك والله قدم لي الكثير منها أني استفدت من الدورات اللي أعطونا إياها استفدت منها الكثير تعرف فيها على أخوان والله أيام ما راح أنساها قدم لي أشياء كثير ما أقدر أعددها لك كلهم قريبين لي كلهم أعزهم وأحبهم علي الكلثمي منصور القرني وكلهم اخواني والله فقره بروفايلك احسها وقود البرنامج فقره الشباب ما يقصرون يعلمونا فيها عن اخطائنا وتقصيرنا واشوفها يعني فقره اساسيه استمروا البرنامج توه في بدايته واسال الله ان يوفقكم جميعا وحاب اوجه كلمه للجمهور ترقبوني باذن الله اني راح اقدم لكم شيء يرضيكم ويسعدكم طلوعي من البرنامج مو بنهايه هذه بدايه لحياه جديده موفق خير يا حبيبي
معاذ عبد الرحمن نسمع صفقة الشباب المعاذ ياسر تعليقك. صفقة الشباب ورسالتهم لها بحد ذاتها تكفي. أرجع وأقول معاذ كسب قلوب الشباب قبل أن يكسب في البرنامج، يعني أدب وأخلاق وحسن تعامل. كان بإمكان معاذ أنه يقدم أكثر في من ناحية فقرات أو إلى آخره، لأنه حنا قلنا قبل أنه الفرصة لا تعلم متى ستخرج، كنت متفاعل غير متفاعل، الأمر يعتمد فقط على موضوع النقاط. قدم ما لديك وأبدع، ما تدري يمكن يوم السبت الجاي أنت مغادر. عموما الله يوفقه ويسعده ومتألق، والفرص أمامك كثيرة يا معاذ. وبس جميل. السنيريتا تقول البحريني أطلق منظم، شاء من شاء وأبى من أبى، بس قولوا للشباب لا يأخذون كل شيء ويقلبونها هوشة أو جد، جد ترى أغلبها يمزح، خلوكم مسيعين صدر. علي في تغريدة هنا رحيم اخترتها من غيمة، رسالة لبعض الشباب: منظرك جدا مستفز وأنت تتكلم عن غيرك من ورائه، وإذا جاء يسولف ضحكت في وجهه كأنما لم يحصل شيء. رسالة أخرى: وصلوا للشباب أن العفوية والواقعية عمرها ما كانت بالزحف الزائد أمام الشاشة، لأن أمامك ملايين تمثل شخصية وشريحة من المجتمع لهذا الشيء ويحترمون المكان اللي هم فيه. علي زودت تغريدتين بنحرمك الدورة الجاية. تغريدة ياسر منصور القرني، رسالة منصور القرني يقول: إنسان أينما تضعه يزهر، منصور إضافة قوية للبرنامج، استمر والله يوفقك. طلع لي هاني. طيب نجد تقول أيضا: منصور القرني شخص مبدع ومفكر، يشكر على وقفته اليوم مع أصحابه الغائبين بفقرة القوة الثانية، الله يجزاه خير. ياسر قول لمحمد الشهراني الله يوفقك، وقول لعبد الله الشهراني الله يوفقك، وافتقدنا تواصلكما مع بعض، فصلاتكم يعني. جميل. بين قوسين. علي منصور قرني: إنسان أينما تضعه يزهر، منصور إضافة قوية للبرنامج، واستمر فالك المركز الأول. طيب المقطع الأول، هذه كلها آراء جمهور. المقطع الأول يعني. المعاذ عبد الرحمن من الجمهور، نشوفه ونرجع لكم. تفضل. اللي راح يودعنا بنقاط 140 نقطة معاذ عبد الرحمن. الوقت حان ويحل توني على أحباب من بعد بنزيك تيم الياس. والضحك مغوب بسهولة، أضحك وفي داخلي نيران على الوفاء والعز والطيب أصحاب مثل الخليل اللي وفى مع خليل ولا حسبنا لا حساب حنا نحس بأن الليالي طويلة اليوم نفتح للخوي كل الأبواب والكل نبكي بعد ما صارت قلوبنا قراب نذكر مكانا وانت ذكر جميلة في حياتك حلمنا نشر السعادة والنجاح يدوم عفوي وجميل وشاعر وحاضر. هاء تقول على أبي علي تكرما اقراها مهمة، قول رب وليد الكعبة اني جالس على التغريدة هذه. طيب معلش اقراها عنك يا علي. قول وليد الشمري وفيصل بن اختر غيرها وعيش ما والله هذه عشان الكاميرا تشوف. هذه مو بتجي بعد شوي تروح تدور تغريدة زي طيب. الشايبة خلاص. طيب. علي يلا نظامك ذا بطله. طيب طيب انت تقرا منشن يعني ادخل طيب. ادخل منشنك طيب. معلش قولوا الوليد وفيصل بن قربه لا يخلون جلستهم الصباحيه صرنا ننتظرها كل يوم. ياسر طيب هنا رساله لحمد اللاحم: استمر والله يوفقك يا العراب. طيب عشان تغريده علي انا قريتها، بناخذ مقطع لسعد الكلتم. ايوه ترى ثاني مره تعداني. وراي جمهور بيعقاته من لو ما عندي نقاط بيدعمني بالتصويت. الذي حصل على الجوهرة الذهبية هو سعد الكلثم. يجي يجي لو ما يجي نروح نجيبه ونجي. يجي يجي لو ما يجي نروح نجيبه مهما ضاقت بعين وحزني زاد وجروحي بحاول فرحتي تاتي ببذل الجهد وقاتي يجي طيفه يناديني
وهنني بالفرح ذاتي بحاول فرحتي ذاتي ببذل الجهد في حياتك نسمة بحلى عبارة في حياتك نسمة بحلى عبارة كل يوم نعيش بالفرح يجي يجي والله ما ادري يا حبيبي وش اللي يجي الخصم ولا ال 400 مخاطبة الكاميرا مباشرة فيها خصم وظن هذا اللي تم يا سعد لكن اليوم هو يوم عرسك نبدأ أجل النقاش في هالموضوع اليوم ثاني علي أصبر أيوة حط أصبع طيب هنا في رسالة على الحفلة والله راح تغريده راح ياسر طيب هنا في رسالة يقول في أول ظهور له وليد كان نجم وقدم مستوى أكثر من رائع يستحق الدعم ودي أسأل سؤال أنا إذا كانت تسمح لي يعني هل الفرق بين هل الفرق متسابق يكون له ظهور إعلامي سابق متسابق في أول ظهور هذا يفرق في تواجده في البرنامج في الواقع في الواقع سألني أنت أسألكم جميعا هو يسألنا كلنا أخوي شوف أنا من المقدم ترى عادي تسألهم بعض ما عندي مشكلة أنا استأذنت قلت أنا أتوقع لي. إيه أنت أصلا قد أعلنت على الهاشتاج وسويت كل شيء أنت عايش دور المقدم الله يطول عمرك ترى هو البرنامج كذا إحنا واحد إحنا بالأول والأخير واحد علي بسرعة أتوقع إيه لأنه اللي سابقا كان إعلامي تلقاه يعرف زاوية الكاميرا ذكي في اقتناص الكاميرا يعرف حتى في سلام مثلا على الشخص يعرف انه مثلا ما يسلم على الجهه هذه الكاميرا الجهه هذه لا اوقف من هنا عشان يكون واضح هو انا مش دراما لا لا هو ما هو دراما ما هو دراما بس ما هو واقع اني سلام عليك هذا مو دراما شفت كيف هذا غلط شفت المخرج انزع مني هذا غلط فهمت انت تعرف متى توقف جاب العيد وسواها مثال لا فعلا شفت العيد هذا غلط الاعلامي يعرف ايش يسوي يعرف متى يوقف يعرف السلام علي فهمت كذا عشان يجي اللونج عليه يجي الموضوع كامل ما يطلع شكلك باهي طيب دقيقه يا هادي لو سمحت لي الله يرضى عليك لو سمحت ثاني ترى ثلاث ايام ساكت لك طب علي معليش سؤال فهم دقيقه يا اخ ياسر فالاعلام السابق يكون ذكي في كيف يصيد او كيف يكون واقف امام الكاميرا ابسط شيء علي لانه احد الشباب شاركت معي في برامج واقعيه سابقه اقسم بالله اني عانيت معه معاناه غير طبيعيه ماسك الدلو من غير مسكر دقيقه يا ادم وخر على الكاميرا عشان تجيبنا كلنا القهوه طيب اوكي ما عندي مشكله صب القهوه بس صب القهوه هنا ما قدام الكاميرا يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشوفكم في برنامج بكره خلصت علي عطيه طيب ودي اقول رساله خلصت علي الحمد لله هو حق اربع ايام ذا خلاص الحين اربع ايام قدام تسكت ها ان شاء الله ناخذ مقطع فيصل الفنقلي ونرجع السؤال الثاني ما الذي يعطي التميز للذات يعطي التميز للذات القوة الثانية القوة الثانية شباب حول اللي هو فيصل من قربة تقدر تساعده انا شو السؤال اعطي السؤال ما شفته ما الذي يعطي التميز للذات والله اني ما ادري يا اخوك اتصال 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 حوله الاتصال حوله الاتصال اتصال اي خليك مستعد خليه يجلس ابغى اشوفه بالله طب طلع لي فيصل ايوه فيصل كيفك كيف الحال يا النكبة مرة عظيم مسكنا والله ما جابني هنا الا انت الله يسعدك والله اي والله هلا وغلا فيصل بن قرفه وجه النكبة على قول هلا قلت القوة الثانية كلك بركة يا فيصل اسلم هذه رسالة من الاختراء فيصل بن قرفه عفوي بسيط وهالشيء اعطاه القبول عند الجمهور تفوز سهراته الصباحية هاليومين بالروقان الله يوفقك يا فيصل يا علي علي صويلح اول شخص اجمع الجميع على محبته والجمهور مثال للشخص الناجح الخلوق فرض نفسه باحترامه وكلامه اللي يوصل للقلب علي الكلثمي القطب الاقوى لبرنامج حياتك ننتظر رجوعك واستمرارك وننتظر مزيد من الابداع هذه رساله مهمه جدا من اللي اختراها في السبيعي تقول في اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه وغيرهم يتابعونكم يا ليت ما تهملون هذه الفئه الغاليه وتدخلون السرور في قلوبهم ولو بحمله بسيطه وهذه رساله وجهها للمتسابقين يستاهلون رساله تغريده ان شاء الله بقراها يا استاذ هاني يا استاذ هاني استاذ علي اطلع من منشن علي الغامدي وقرف منشناتكم لو سمحتوا لا لحظه دقيقه قبل منشن لحظه انا قايل للجمهور عشان هذه رساله لعلي برضو انه لا تمنشنونا ادخلوا في الهاشتاج احنا نقرا من الهاشتاج علي قاعد يدخل ليش ما منشن الله عليك عشان كذا اسمحوا لي ما اخذ تغريده علي واطلع مقطع من الجمهور كريم ريكي هراهي
أيم تقول بدل ما تتهاوشون على تغريدة تكفون قولوا تغريدتي وصلوا لسرور الروقي، أنت مبدع ومميز ومتمكن وأفكارك مبدعة وفالك التوفيق وننتظر المزيد. علي اخترت ولا باقي بسرعة؟ لا انا باشر اختياري اللي اقرا له لازم يعطيني فلوس. طب هنا يدور من بمنشن هو عموما. هنا رساله من الاخت هنادي التميمي تقول احمد سعود خير من خير مثال لحافظ القران بحرصه على تقديم الحلقه باحسن وجه ومعاملتك وصبرك واصل، والله يوفقك ولا تهتم للمحبطين. جميل، باقي خمس دقائق علي سريع. وصلوا لأحمد، عجبنا جوك هاليومين، نبيك دائم كذا، وألف مبروك منظم، يا ليت يخف شوي على الشباب من ناحية الخصم. تصوير شاشة عشان ما يقولون جاب علي الغامدي من جيبه. عبد العزيز بن سعيد، مقطع جاهز لك. أقول لك عبد القادر اطلع بالرأي شوية، خلني أجرب قدراتي بعد شوية. يلا بسم الله الرحمن. هيا أو يا معلي معلي مالك تأخرت واحد. تعال اشتكي لك يا عبد القادر، وانت علموك بهذا الكلمتين، جيت فالح بهذا الكلمتين. شو كله يقول ما با ماما، كل واحد هنا يقول بابا ماما. كل ماما الله يلحق اياهم اللي نعم. بابا ماما ياخذك معهم الرجدع من هذا البكيه. اسمع خليني اقول لك، تشربها ما تنزل على المعده تطلع على الدماغ. كان حطه ويلا يا اخي، انت وضعتني في موقف محرج. اجعل بقعد جيك. اسمع الوزرة هذه طايحة، وانا من اول يوم جالس خلاص. تشتيت روح شوية اسوي لها هذه. تشتيت هرجنا على طول. الله يسلمك. خلاص صدقت انت ما حد تحتاج شيء؟ لا لا حطيت انت خبال. شو والله عجيب عبد العزيز مسعيد، والله موهبة رائعة جدا. يعني انا اتمنى انه يستمر اكثر واكثر، ممكن عنده موهبة تقليد اللهجات غير هذه. يعني والله تقليد اللهجة، تقليد اللهجة جدا 100% أجادها. أتوقع أن يتكلم أفضل من محسن. طيب مها تقول محمود فلاح ترى لك جمهور وندعمك ونصوت لك، بس الحظ ما يكون معنا، استمر إلى الأمام ولا تسمع الكلام بروفايلك. المتسابقين بشكل عام، عدم تقبلك متسابق معين لا يعني الخوض في حديث من ورائه وأمام عينه تلبس لباس وقناع الأخوة الزائفة. تصوير شاشة أيضا، هذه رسالة. تصوير شاشة أيضا. طيب خلنا نشوف شاشة بمقطع ونرجع لياسر. بحلى عبارة في حياتك نسمة، بحلى عبارة الغيمة ما تنطر إلا قيمة، تسقي الرفاقة قيمة طول الدهر يوفون. والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة، للمراجل سباقة والكمة يرقون. هذا